بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مشاهدينا الكرام مع حلقة جديدة من حلقات برنامج الأهل. هذا البرنامج اللي يأتيكم يوميا، لا شك أن هدفنا الأول والأخير هو إثراء المجتمع برسائل إيجابية. موضوع حلقتنا اليوم نتكلم فيه عن وقت الجد. باسمكم مشاهدينا الكرام نرحب بإمام وخطيب وزارة الأوقاف الدكتور مشعل تركي الضفير. حياك الله شيخ الغالي، وانا سعيد في لقائك. الله يا مرحبا بالدكتور وبالاخوه المشاهدين والمشاهدات، يا مرحبا السلام عليكم. شيخ الغالي، ودي اتكلم على موضوع وقت الجد. في كثير من الناس ما يعرف يثمن المزحه او الضحكه، فتلقاهم دائما وقت تلقاه جد وفي نفس الوقت ضحك، يعني ما احنا عارفين هذا الرجل هل هو في جد او في ضحك. فانا ودي ان ناخذ لنا حلقتين، حلقة تتكلم عن وقت الجد وحلقة تتكلم عن وقت المزح أو الضحك. فبداية اليوم حلقتنا تتكلم عن وقت الجد، أبيك تعطيني مقدمة بسيطة عن الجد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشكلة في الحقيقة الإنسان اللي ما له منهج معين ولا له سيستم معين يمشي عليه هو يتعب الذي أمامه. ينبغي للإنسان حقيقة أن تتوفر فيه الصفة، صفة المزح وصفة الجد تكون موجودة في الإنسان، لكن لكل صفة لها وقتها. بعض الناس أحيانا سبحان الله العظيم وربما تمزح معه وهو يمزح معك، وفي النهاية تجد أنه يتكلم في جدية وفي غضب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يمزح وكان يداعب أصحابه عليه الصلاة والسلام، وكان يعني عليه الصلاة والسلام يتلطف معهم في كثير من الأحوال. يعني مرة من المرات تأتيه عجوز على سبيل المثال، تأتي عجوز فتقول يا رسول الله أدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لا تدخل الجنة عجوز. فذهبت تبكي لأنها فهمت أنها لن تدخل الجنة. مباشرة الضحك مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما علم أنها وجدت في نفسها قال تعالي إن الجنة لا تدخلينها وأنت عجوز، وإنما تدخلينها وأنت شابة. مباشرة غير أدرك هذا الأمر. فأحيانا الإنسان ينبغي عليه حقيقة أن يتعامل مع هذا الخلق ومع هذا الأسلوب وفي هذه الطريقة، أنه يعرف متى يمزح ومتى يكون جادا في كلامه. يعني حادث من الحوادث تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الأمر لابد أن يكون فيه جدية. يعني تعرف غيرة النساء من بعضها البعض، تأتي عائشة رضي الله عنها فتقول لصفية، غارت من صفية، قالت حسبك من صفية أنها هكذا، بإشارة فقط، بإشارة أنها قصيرة وأنا كذا وكذا، يعني تظهر نفسها بالمظهر الحسن والجميل، وتظهرها صفية بأنها قصيرة حتى وإن كانت جميلة لكنها قصيرة. فقال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرت. سبحان الله، غير الخطاب الآن النبي عليه الصلاة والسلام. الآن يعني وقت الجد انتهى، ما في. أحيانا سبحان الله لابد أن يكون يظهر عليك علامات الجد لما تنتهك محارم الله جل وعلا، أو لما يتعدى إنسان على غيره، ربما تضحك وتسامر لكن حدود، لا تخطي في حقه، لا تخطي في أخلاقه، لا تخطي في سلوكه وهكذا. يعني أبو ذر رضي الله عنه حصل بينه وبين بلال يعني خلاف، فعيره بيمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غاضب، فقال عيرته بيمه إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. فجاء يعتذر من النبي عليه الصلاة والسلام ويقول. فالشاهد من هذا الكلام أن المزح له أوقات، والجد له أوقات، والمكان له أوقات في المزح. بعض الناس دائما يريد أن يضحك في كل المجالس، في كل المجالس. تدخل المجلس إذا كان هناك إنسان غريب ينبغي للإنسان أن يحفظ نفسه، لأن الناس تعطيك قيمة في أول دخول عليهم. يقول كما يقول العرب، يقول الناس تستقبلك بمظهرك وتودعك بمنطقك. بمظهرك وبمنطقك، نعم.
إذا تأخذنا تسمعنا الفاصل لأن المثل هذا نبي نوقف عنده ونناقش. مشاهدينا الكرام بعد الفاصل إحنا بنتباركم من جديد. حياكم الله مشاهدينا الكرام، يا هلا ومرحبا فيكم. الساعة المباركة تتابعونا عبر شاشة راء، معنا إمام وخطيب وزارة الثقافة الدكتور مشعل تركي الضفيري شيخنا الغالي. مثل ما تعرف أن عنوان حلقتنا يتكلم فيه عن وقت الجد. ذكرت مثل ويريت أن نعيد المثل مرة ثانية، ما بين الإنسان اللي يأخذونه بمظهره بعدين في منطقه. نعم، دائما الإنسان إذا دخل المجلس الناس تنظر في بداية الأمر إلى مظهره وإلى شكله وإلى اهتمامه بنفسه، فيعطى صورة وقيمة معينة، يعطى هذا الإنسان قيمة معينة. فإن كان دخل على الناس بهيئة حسنة فالجلوس يعطون هذا الإنسان مكانه. هكذا يقول مثل إيش، الناس تستقبلك بمظهرك ثم تودعك بمنطقك، بعدها يحكم على المنطق الذي تقول، ما هو كلامك، ما هو يعني ما تذكر، ما هو أسلوبك، ما هو طريقتك، ما هو كذا. يعني مما يذكر عن أبي حنيفة أنه دخل عليه رجل معمم وعليه لباس الهيئة والعلماء والسمت، فلما رآه الإمام أبو حنيفة وكان قد مد رجله، فلما رآه قبض كف رجله وقدمه، فجلس هذا المعمم فقال يا أبا حنيفة متى يفطر الصائم؟ متى يفطر؟ معروف يعني الصائم يفطر إذا غابت الشمس يفطر. قال أبو أنا لأبي حنيفة أن يمد قدمي يرجع مرة ثانية. فالناس تودعك لمنطقك. فالمنطق له ميزان عند الناس، وكما قال عمر رضي الله عنه من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قلت هيبته، ومن قلت هيبته سقط من أعين الناس. سبحان الله. شيخنا الغالي أنا بتكلم الآن على ضرورة الجد. يعني ما حد يختلف بأن الإنسان يجب أن يكون له جزء من حياته يكون وقت الجد. لو نعطي نصائح متى الشخص يستخدم الجد في حياته؟ نعم، الجد له يعني أوقات، مثل على سبيل المثال ليس هناك هزل في أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. مثل بعض الناس تجده يضحك في أمور الشرع، يضحك يقول نضحك يا أخي، يفتي مثلا أحد يقول هذا حرام وهذا حلال، أو يعيب سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، أو يستهزئ بآية من القرآن أو ما شابه ذلك. هذه جريمة. الله تبارك وتعالى كفر من قال للصحابة، شوف للصحابة، والصحابة أقل من أن يتكلم في القرآن، القرآن كلام الله تبارك وتعالى وصفه من صفات سبحانه، فقال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطون وأكذب ألسنا واجبا عند اللقاء. يقصدون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يكذبون وأنهم يحبون الأكل وأنهم جبناء عند اللقاء. الله جل وعلا غضب على هؤلاء الذين، على هؤلاء المنافقين الذين تكلموا على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قالوا يا رسول الله والله ما ردنا إلا أن نقطع عناء الطريق، حنا في سفر وكان نبي نقطع عناء الطريق. قال لا، فهذا الأمر الأول لا يجوز. كذلك تقول هذا حلال تقول هذا حرام. الله جل وعلا يقول ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. الأمر الجد كذا، المواقف اللي تصير بين الناس وبين الشباب بالذات، يتصل على شخص معين يقول فلان عمل حادثا مثلا. صحيح، هذه كثيرة منتشرة، اللي هي على النبي يسمى مقلب. يسمى مقلب، والله مقلب. طيب مقلب، ويخرج هذا الإنسان الذي اتصل عليه وربما يكون هذا أخوه أو إلى آخره، فيخرج بسرعة جنونية ثم يحدث له حادث ويذهب. زين شيخ الغالي، في أيضا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد. أي والله شيخ الغالي، لو نتكلم عن هذا، ذكر منهم قضية الطلاق وقضية النكاح وقضية العتق. نعم، يعني لما تقول الزواج، أي زوجتك ابنتي، نعم، فتقول قبلت وهؤلاء الشهود موجودين، هذا خلاص انتهى الأمر. ما فيها ضحك، إجاب وقبول ومهر وإلى آخره وكذا، أنا قلت مهرك كذا وكذا وانتهت. نعم. الأمر الثاني الطلاق، يقول إنسان لزوجته أنت طالق، بعدين يقول لا والله أضحك ما أشترى، أمزح وياك، ما هو مزح هذا. الأمر الثالث العتق، أنه يعتق إنسان كان مملوك عنده فيعتق لوجه الله، قالت عتيق أنت حر لوجه الله، بعدين يقول لا أضحك معك وأمزح، لا يجوز هذا كله. ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد كذلك. نعم. إذن شيخ الغالي، من خلال وقت الجد أنا ودي أتكلم أيضا على بعض النصائح والإرشادات اللي أنت تشوفها
أن في بعض المجالس، إحنا دائما نتكلم مشاهدين الكرام عن المجالس، هي تعتبر جزء من حياتنا اليومية، والكويت دائما متعودين على المجالس والمناسبات. شيخ غالي، أتكلم على بعض النصائح اللي يا شباب يا بنات يا أهلنا، حاولوا أنكم تركزون بأن هذه هي أوقات جد، ما فيها ضحك ولا شيء. لو نبي نعطي نصائح على موضوع أوقات الجد، مثل الإشاعات أو الشائعات اللي تحدث، شائعات اليوم بعض الناس يذكر أمر مثلا، يعني يذكر قضية معينة موجودة في الدولة مثلا، يذكرها وينشرها بين الناس وهكذا، يقول والله أنا كنت أمزح. ما في مزح في أمن الدولة، ما في مزح في قضية على سبيل المثال تنشرها بين الناس، كذبة تبريل على سبيل المثال، كذبة تبريل، كل ما دخل علينا الشهر أربعة قالوا هذه كذبة تبريل ونضحك ونمزح. هذا كذب، النبي صلى الله عليه وسلم نهى وبين عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي سيأتي معنا في الحلقة القادمة إن شاء الله، قضية ويل لمن يكذب لكي يضحك القوم، ويل له ويل له. الكذب ما يجوز، والكذب لا يجوز إلا في أمور ثلاثة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، في إصلاح ذات البين، وكذب الرجل على زوجته أو الزوجة على زوجها في سبيل الصلح فيما بينهم، والمقصد يعني من مقاصد ديمومة العشرة، وفي الحرب خدعة. أما في غير ذلك فلا يجوز. فهذه يعني المذكور فيها. إذا الشيخ الغالي، إحنا وصلنا في الختام، الله يجزاك خير ما قصرت على هذه الحلقة المميزة الرائعة. الله يسلمك. مشاهدينا الكرام، لا شك أن يجب أن نعرف أهمية الجد، متى نستخدم الجد ومتى نستخدم الضحك. لا شك أن الجد كثرته هي أمر سلبي، وأيضا الجد يعني كثرته تعتبر من الشخصيات اللي قد تكون عائدة على شخصيتك أنك تكون إنسان ممل أو إنسان غير مرغوب فيك. فاحرص دائما، احرص على أهمية متى تكون جد ومتى تكون ضحك. أسأل الله عظيم أن يحفظ بلدنا من كل مكروه ويديم علينا نعمة الأمن والأمان. مع السلامة.